ما شاء الله. هذا يقول يكسر هنا في هذه المدينة. أرافقك تيونغو يا شاكو أرافقك أشاكو فريكان. مكسور يده. أو مريض. شاكو سكروا. وإنسان مثلا في كيغالي ولا في مكان بعيد بالهاتف تتصل عليه تلتئم اليد. هذا السحر. أتي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا؟ أعوذ بالله. اذهب إلى الطبيب لا مانع، أما تذهب إلى هذا ممكن يدك تبرأ، لكن يذهب التوحيد إلى الشرك. هذا لا ليس السبب أصلا إلا استعمال للجن والشياطين.